تتمنى داك الكاسكيت بحال شي كورتي ديال الكار. وراني كورتي ديال اليوت واعي اللي بغى نمشي نمشي مال الكورتي كيقول لك فين تمشي. كورتي كيقطع لك الورقه قطع لك الورقه كيعطيك الطريق باش تمشي. يلا عطيني الطريق ارى الفلوس الفلوس باش تخطر. او ني لا بو فير لي بيت زاش الدراري. السلام عليكم كانت بنات كلكم كاملين بخير على خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده في ديك بيئتاي احسن رياكسيون في مجرات درب نسيب سي العزيزه خبرنا عليكم الصراحه واحد اربع ايام واحد ايام بسبب العيد والاجواء راكم عارفين والاعطاب التقنيه حتى هي كتبقى نزيدوها حتى هي. الدراري راه خسرنا البيسي البارح كان واقع عطب تقني على نسيب سي العزيزه كنا نصوروها ولكن البيسي وقع فيه مشكل وتداركنا الامر صورنا لكم واحد الفيديو الى تقليل. شباب ما تقلقوا ما والو غادي نكملوا هاد جوج حلقات اللي بقاو ان شاء الله اليوم ايوا المغرب شوف حتى غدا ان شاء الله نقدروا نزيدوا حلقه لا وصلنا شي 2000 لايك ياك نزيدوا حلقه غدا ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك ما تنساوش لي كومونت ما تنساوش تدوزوا عندنا الانستغرام هذا ولا هذا تما تلقاونا ديما عرفتي راه عاد فيخنا الدراري راه حنا شنو كنشرب نحط انا الكاس انت تشربوا وعاده دابا حنا كنعطيكم الوعود ولكن كنتحداو الظروف باش عارفوا واحد هاد المعلومه هادي. والله الا البارح خوتي جينا نشعلوا البيسي ما بغاش يشعل بحال هاد الوقت هذا نيت قال لك الملاوي لا شعل صافي سير يا جاب الله اي راسي باي حنا يا راسي اي راسي يا 300 مليون 300 مليون كلا مرمرة هو مولاه راه ما لقاش عليا ما شفت خير هو مولاه يا ربي يا ربي بني عبدك يا ربي حنا يا صعيب الدراري يا ربي شحال الفلوس الزوز يا ربي حني لا تربحهم في زوز يا ربي يا ربي هو السيك والسيك نجيب لك الزوز نفع الليل تاخذ انا بعث الفهم يجيب لك عبيت هي يتقاولوا قالوا الزوز مليح ياسر للكلوه دابا غير غتذكر له الفاهم غتقلق غتعصب فهمتي اون فوا تجبد له السميه ديال الفاهم غيتقلق الدراري فكرت واحد الحاجه شنو هي اللي كيبقى يقول لنا واحد كومونتير واحد خونا ديما كنشوفه كيقول لي نقصوا من الهضره يا هاد الدين الكلب راه كاينه نسيب سي العزيزه في اليوتيوب سير تفرج لها تفرج لها وما سمعك حتى واحد ما كاينش اللي يهضر كاينش اللي يهضر معاك اصاحبي صعبها تفرج في 46 دقيقه هكا حبسها فوقاش ما بغيت اش كتدخل اصاحبي تفرج بتاع هذا وفي التالي تكتب نقصوا من الهضره تعرفك نقسم هاد الكومونتيرات الله يرضي عليك وراه عجبتني هاد وراك طفل تعيط مستيجه مررتي يا اخي انتي مررتي تقول المره كسبت في زوز هذاك هو ثاني المره احكم احكم واشرب ولا 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 شنو تعطي اتاي السم اتاي المضعوق هذاك السم القاهي كيفكرني في اتاي ديالك بارد واش هذا اخيتي حلب اقعب اقعب تاو تشوف الا ما تنوض طرطع اخيتي غتشوف لي في كاسيتي ديالك في الحلب يا اخي ما كليتي الحم انا حم اقعب يا ولد قد لي فيه الالوان بالذي ليه ليه كيفاش اخي كان شفت التلفزه فيها الالوان كان حيد صافي خليها خليها اخليها انا ندير شي ندير شي لعيبه زوين شي زوينه ديروا هذه ديروا هذيك ديال الصيف فيهاش اللون ما كنشوف اللون انا كنتكرز مابقاش عاجبني راسي صافي ما انت هي حدايا ما نعرف ايوا راه بحال هو ما نعرف شي ترن تم دايز هكا الا هو كان جاي تنافي ما ضربك كلا ليا نبهيم 300 مليون لا ماشي 300 3 مليون برك كنيتي راه ضربني جن ماشي ام السلام عليكم عليكم السلام اش مرات خيرت قول لي يخرج ما بقيتوش دني طليمة يا اخي كلت انا الورقة كلت سيكو سيكو مسكين زي لبتنا وكيما نقولوا فيها بهم قدام قرع وما تخافش يا سيد انا نبات عليه مع الشكل الوراق هيك كان قر ودي يخرج يخرج ما نوقف ليك كيتي كيتي وراك هطفل تساحت فيه وتقول لي يخرج وين عنده يخرج صار يخرج من عقله يخرج هطفل اخرج اخرج غالي خلي خايك يدخل لا مش يدخل يرقد اوكي لا قوجي اخرج اخرج الزوز اخرج الزوز خلنا نرقد اخرج الزوز غالي ومجوز صافي طلعوا له فخر اخرج فيه نهار مغلل واش فيك شديت ما سيبت في الزوز منين نجيب ليك الزوز ناو خاي
واش تتوحم على الزوز انت طفل؟ كيتفهم كيتوحم على الزوايز باللغه الجزائريه. اسمع طفل جبار الزوايز. لا حول ولا قوه الا بالله. اش كتقول اصاحبي؟ والله هاد الشيء ندير له واش ننسى؟ واش صاحبي شاد روحك عادي كما كنقولوا حنايا داك النهار قلت له البزيزلات ديال المونجي بس البزول لا يا المونجي عادي مونجيو حتى كنت قلت الزوايز راه مشكل غنصدق غادي نتزوجوا صافي في الصباح اما عيونك الزوز تا ويجيك النوم ولا كان استحقيت حاجه نادي علينا تا ونجوك الزوز تسمع فيا ولا عاجبك القطوة بزاف بنين والله صح هيك شريت وين راهو مبروك الحانوت نتاعي على بالي اسمع المونجي حانوت حانوت مبروك والله يا خويا يعني فرحت لك بزاف بزاف توا يلزمك تحفظ على روايحتك مش تزوجهم يمين ويسار فهمتني الدنيا صعبت يا منجي راهي تانا تانا يا ما عندك انرجي اسمع اليوم عندك القطو وغدوه ما ضم فوق انسان ايوا صحيتك كنت نحبك تلم على روايحتك مالا شنو باش تكون مستقبلك انديدك الديار عمره 50 عام عاد باغي يكون مستقبل راه فعلا ما حد الحياه لا ما زالت هناك حياه ما زال هناك امل لا ما حد كتنفس مازال الامل مازال الامل الدراري واحد الراجل تيبان لك كيجي لافاك فهمتي كنت كنشوفه كنقول شوف تبارك الله لا يمل ولا ياكل كنلقى قاعد في لونفي الساعه فاش سولت عليه لقيته مدير الشركه وايلي هذا غزتي عبانه قرر ولا مدير الشركه ما هو مدير الشركه كيجي قرا كيجي فهمتي كيجي وقيت هادشي انا راني مدير الشركه غير كنتفل معاكم هنايا وصافي بصغارهم شنو حياتها وتبارك الله ينوب عليها ربي بولد حليل نتهنى عليها وين زيدة لا دات فيها نفتي ما عندك زيدة باش تعرفها شنو حرس يا وليدي فين نحب نتهنى عليكم انتوما ونرجع للصفيقس لداري ولجناني اش مازلت قاعدة لهوني نعمل الحق يا بنين تمشيوش تنسيو رانا عطينا الكلمة لسلوى بنت الرقيق باش نمشيو لعند ميلادها بنت الرقيق بنت الرقيق شاهي قالت لك باش تمشيو لها ملا نفاتلكو يا منجية اما ما تخافش راس ولدي لانا باش نبطا ونسهروا شوية ونروحوا توا سلوى تروح بينا في كرهبتها ولا الفاضل خو سلوى هاي انا خليني نمشي نرقد جاني النوم انا تاني جاني النوم باش نروح نرقد تصبح على خير تصبح على خير تصبح على خير قال الموجي اللي يبقى فايق الموجي ديما كيبقى فايق فيقه تصبح على خير افتي ما كاين حاجه فيقه منجي نعم فيق الهوس فرحانه فرحانه باش نموت بالفرحه يا طيمة وقديش صورت هيت نخبيهم لك اسمع راه نخبيهم ايه ملا يدك مفرطه راني ما نتهناش عليك يدك متقوبه حنا كنقولوا يدك مفرطه حنا كنقولوا يدك متقوب صورت انت ولا لا حتى هو ضما غير خلي غير انت حتى غير شويه نبيع في الحيوانات واللي صورت ما فهمت لا خذيت منهم شويه فلوس وشريت بهم القط والفيكا هات اللي في جيبك هات عاي قابل خليني شو يا ما يجيوش حتى دينار هات اللي في جيب لي قط لي قط اللي ولو مفرقهم انا لا طبعا ها نفرهم عليك دابا هذا كيبغيتيه يخدم كيبغيتي تجي الموتيفاسيون ديال الخدمه انا منو ما نخدمش انا منو ماشي غير ما نخدمش نبقى غير مكسل حدا حدا فطيمه ونقول لها فطيمه عندك شي 50 الف مقابل غير كعيبات لا صح ما محاله ما تسالاش وكي داير بغيتي كفر مالي ني باش كفر مالي ني باش يكثر مالي ما تقولش علي شي في دار القبابه كيحلم بيه بالحمار نهار مغل زعما شو غفيني ورجعوا يبقى يحلم وينوض يعطيه الصوت احسب له مازال الورقه كاع الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم هيك يحلم يا واش هنا هذا هبلو سيكو سيكو كايتي 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 زعما شنو بديت نخرج بدا كيفربل لا لا انا واقيلا بديت نستخيل وحدي انا عارف اخرتي انا يا في حبس المرناقية يا في سبيطار منوبة وحده في الزوج تكمل بها حياتك يا الحبس يا السبيطار شنو داني ليه تو ذايا مشات له مليار بدلو تكتيك
تكسيك انا دوك هو شي فاهم تكسيك غوارديولا اليوم تبدا الحرب وانا انت في الدار هذه اه كاين ما نطلع حلاش من لحمك نال فلوسك لها البهيم اللي ما تسمعش بابوش يا ولا يخرجها من قالوا لي في واحد السيزون ما بلا ما تقول لي السيزون الجاي لا ماشي شي حاجه جايه اه السيزون الجاي قال لك صافي البوشه غيطغى على على الفاهم صافي مزيانه سكون سيزون واحد يطغى على ويا على صوت واش خرج واش خرج شي فاهم واش خرج يسحب له الفاهم ويمشي عند امه شنو داني ليك انت سي الفاهم نخرج الفاهم يخرج من الفاهم راني عسل هي فهم هذيك بلاصه فهم ليا منك صب عليك ترقيز وشعل عرفو غير خايف وخايف تحسب ليا شهيد قرينا روح ليك واقف عليك لا لمسني واقف قاعد نمشي واقف قاعد طول جبل ظهره محلول الناس كان ظهره ما يقول ليش قاو حتى يقول لي قاو هو يقول قاو ونا نقول له باو باو مشى الهضره اللي كتبقى تهضر في الليل باو انا راه مغلل كاين اللي كيهضر بالليل ايوا قيل المراه انا متقور حدايا هنا واحد النهار قالت لي الوالده راه كنتي كتخرب بالضحك واعر حتى شي مره سوس كنهضر بالليل كنقول لها كنتي كتشبعتي الضحك كنت كنهضر شي مرات اي سين اكدا ما مايم خارق ما راه واحد النهار قالت لي اطلاق نيامات اللي كنا كنكونوا لاعبين ماتشات قالت لي سمعتك كتقول اباسي لا تنحش كنا مازالين صغار شويه كنا كنلعبوا كنت كنهضر بزاف هذه باينه كنت كنقولها لموعه اباسي اطلاق كره كتحلم بموعه عصبني كريزاني كريزاني حتى في الحلم واحد صاحبنا الدراري الا ما بيض شي واحد بيض هي تيبو ما غنبداوش الماتش فهمتي الا ما بيضش انا ما غنبداوش الماتش الماتش ما غاديش يتسال حتى يبيض انا راك بابوش انا ولدي بالذي لا 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 كنعرف روحي نحرق نهجم البلاد سير اخي بالبوش حرق ليبيا زعما ايوا كون دور اخون دي فيسنا ايه يا ولدي بالذي لا 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 كما روحت بها اليوم بالخطار ايام 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 صباح الخير تر يا صار سيدي ما شنو فكر ما عرفاش فكر الله 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 بديت فكر ما شنو غايدي اي بدات تكتيك يا ولد هاي سيدي هاي يب شنو كيدي ايام شو ايام شو التيشيرت ذاك اللي كيدي ايش هذا الشعر عصبني هذا صاحبي ايام 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 غايتي نوضي ما عادش بكري سايب عطول خنورك مازال بكري مازال بكري سراول الملاح لا لا سراول اسقاشه هذا المرجيك ها واش كيدير واش معناه كلاسيكو سيكو يدير راسو ناس الفهم دير له شي فخ لاباس 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 ارتحت منك الدويخة الدويخة اسد عليه الباب ها الباب اخي شعل شعلك الذو اخي وليش الذو اطلع عنا ها ودي وشي مكفية ميناه صبحة عيوني مذبة ها الله مبير اوه يترفض موقع الوين هذاك هو امشي ولي ضربوك حطها في شلات هو ضربوك ها
اصدر عند الدب ويليك ويليك فمن شنو واحد الناس يقول فمن نصب فخا من حفر حفرة لأخيه وقع فيه هي هذه اللي وقعت لي أخي الفهم خمس شيخو هذا نسيب أخي 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 يقولوا تفضل تفضل هو تفهم ويوقع عاد ما عندوش لا مصفيد البصمات عنده ممسوحة ما تقول ليش يا بيبيش اش بك مخلي الفرش راقد لوطة راقد لوطة زعما راقد لوطة هو قال فيها راقد لوطة 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 هي لتحت لتحت حنا كنقولوا راقد فلوطة فلوطة لوطة زعما لوطية شوف سبحان الله سبحان الله قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله شوف سبحان الله سبحان الله صافي زيد شي سبحان الله واحد كانك شربت السكر واحد عليك الميزي خمسه زيمزي شنو قالت زيمزي بغيت نشوف شنو كان زي مغاره زيمزي ولاد مغاره زيمزي ولباع الحيوانات الاليف مغازات مغازات لباع زيمزي واحد عليك الميزي خمسه وخميس الحور محمد من غايب ابليس شنو مولك زيمزي ولك مريقل عاد صاحبي واش هاوني خايلك ملي لقيتش واحد غوتو زيمزي هو البطل معلم اسمع زيزيو هو ما نحبكش تستنش بيه يا صاحبي فهمت لا على خاطرهم الكل البيع كل انت يا صاحبي ما نبيعكش انت راجل معلم يا اخي المعلم راجل معلم هيا صبغي له زيوزي صباح الخير خويا سعيد سعيد فهمتي مرحبا غتجي غتبغي داك زيوزي هو معاه هو مكهرب عرفت كي غايدير مرحبا جرد البركه تفضل لا لا يعيشك ما نعرفهاش الحانوت يظهر لي فيها جديدة 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 نبرة من بطو تعرف البارح كاملت لها لوفيرتير مرحبا بيك لالا أيا إن شاء الله كل شيء بالبركة بيك فيك خير خير سمباتيك خير سمباتيك أدنى لك يكونوا مرات بالحيوانات فهمتي مهووسين بالحيوانات كتلقى عندها واحد الفيلا وعايشة في عمرها 45 عام ومزوجة ممزوجة وعايشة بوحدها فهمتي وعندها فيلا ومدبرة ياك إلا كتعرف شي وحدة بحال هكا قولها لي باغي تزوج ما عندكش مشكل تزوج بوحده كبير منك هكا مدبره بفرق بزاف لا 40 عام لا 40 عام شوف بزاف 20 شويه في 40 لا كانت بحال دابا قريبه تموت واخا والله انا سمعت لا تجري معاك تخيل دابا مازال تجري معاك 20 عام تبغي تديها غتموت سالي تموت نسى راه بحال والو كلشي ممكن خلي لها شي وليد كي غدير لي تخلي لها ولد يبرد سي ورد ما يمكنش ما تكون 80 عام ما عندها فين تولد انا 80 عام بزاف ما 80 عام 60 عام وما عندها فين تولد تما نعرف 50 عام وراه كاين اللي ما صافي داكشي ديال داكشي ديال اش ما داكشي ديال الله ما قاريش المينوبوز يا ويلي راه قاري المينوبوز صعيب انا شفت انا في حومه وحده ولدت انت كتقول لي المينوبوز ولا بلا داكشي اللي داكشي اللي كنقرا وما بقاش واك مالي تكون في 50 ياك تكون في 40 في 40 راه امكانات تولد يعني اصلا المينوبوز فوقاش كتجي المينوبوز هو ما بغيناش نقولوها بالعربيه وقالها بالعربيه اغلبيه كيكون في 55 المهم في داك لاج ديال 55 50 كاين احتمال دابا بقى هو كلمه على مينوبوز كيبان لك شي وحدين فيهم المينوبوز في العشرينات علاش؟ ما عرفت هكاك شي وحدين في الستينات وحده تولد في السبعين كلشي تخلط داكشي مخلط مواصفات والحاسيب واش داكشي ميزي عايشة كنحاول نجي خاصك بحاجة اي نحب حويطة صغيرة حويطة 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 للحويطة ايس ديالو فابور كراس ايه من الحويطه ايه تفضل يعيشك قداش هي اسمك؟ اوفر اوفر نتاع الحانوت جديدة ايه تر دير العباسية نضبط اخي قطة شوف دير العباسية اول هكذا الدراري راه دعت موجه كيدير العباسية صاحبي ما دير العباسية مع كلش مع كلش شاد الحالة سيمانة العباسية شنو هاد العباسية؟ فات باقي يلاه تاكل الحوت راه المولج اللي كيبيع الحوت بيلي كي فابور واش بغيتي يا لالا؟ او يعيشك سي تخي جونتي يا خويا
سي تري جونتي المنجي المنجي نتشرفوا ميرسي سي المنجي يعيشك يا ميلا باي باي يا ما صالح حاجه خل عندو الكعيب لا وتقعد حتى كي تحب البيت ضميره مش فيجا ولي بدي من خلوه بينا ياخو ناطي ياخي شي مزيبو فابير بتاعي عودي هي ها لا لا ما صار المونجي او بدي راحت هذيك فيزا ولا المونجي مسكين نورمال اسمع على بالك دوكا راهو يخدم حلا بتي بروجي في الحومه يبيع في لي زانيمو دون لي زانيمو دوميستيك دابا مازال بغا تزوج بهذا المونجي طلعت لي في الشر دوكا باش تفطر معانا بعد باغي يفطر عطاتك حياته مالك ما قاس عليه هو جاي يفطر ما كيجيش يخطب كيجي غيفطر كيجي غيفطر وياكل ويمشي بحال يخطب المونجي اجي يخطب المونجي المونجي راه طلعتي لي في الشر انا غنقول لك اجي تخطب كنت ولي امر غنقول لك اجي تخطب عيطنا هي بهذا المونجي عييت الجهد عند هذا المونجي اسمع المونجي دقيقة نجوز لك حياة تحب تهضر معك يلا كدوز لازم كتثبتو الو شنو حوايجك لبست عليك لبست عليك يا راجل ما قدرتش باش تطلع علينا خصك باش تخطب اي مرحبا بيك في كل وقت خايف يخطب عايشك خايف يتزرف هاي معك حجيله حجيله وين مونجي حجيله هاي دا كان بعد نعاود نكلمك هاي اوكي بيزو الليل الطفلة غارقة لشوشتها في الحب اه جاينا وقتاش قال لك جاية تطارو في صفاقس عنده سيمينار كيجي لتونس يجي سيمينار ايوه هادشي تلقى طيب حيوطة انت شبش تلبس اليوم الحفلة شبش نلبس اكيد مش فوطة وبلوزة مش نلبس ربع ونخرج كيفاش يا بنيتي طفلة تقول لك جايتني لعيد ميلادي بروب الدار ما تقلقيش روحك تاتا اليوم اللي لبس لها والماكيلات تشوف كيفاش نخرجها اياه ممكن حشيلة اسمع انت هاتني باش تزوج علاش البنات كتماكيو ما كيتزينو 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 نعم ضروري حنا كيفاش كنتزين حنا عند الكوافة حنا كنتزينو بالنقع قوية تكون قويه قويه حيت المرات تشم فيك شي ريحه ماشي هي هذيك راه مشكل قويه ولا كتمشي بشي حاجه ماشي هي سنانك داخل هذه قويه خص تكون مرتب مرتب ماشي من معنيتها تكون مهند ولا مرتب مرتب تكون انت كيما انت ولكن ريحه زوينه عجبتيني كمل ريحه زوينه تهلا في سنانك تهلا في وجهك تهلا في شعرك شو واخا شعرنا هكا ولكن ماشي مشكل فاش نمشي نتلاقى الانسه ديالي نكون مهلا ياك خصك تكون مهلا راسك من الاول ملي كتمشي كتمشي تتلاقى بشي واحد خصك تزيد واحد الدرجه الريحه بارفيم انا راه ما كنديرش صايب بارفيم دابا كاين اللي مبلي بارفيم كاين اللي الدراري ما تبقاوش ديروا الله يرحم الوالدين البارفيم بزاف مجهده ما كنديروش ما كنديروش بارفيم حتى كندير غير واحد الرشيشه باش راه كنديروا اون فوا فاش يسلم علينا شي واحد تقرب عندنا باش يشمنا ماشي كل الشارع كيشمنا كنشم كل شيء من اللي يجي انا اللي ندير لكم الدراري فقرات في هادشي ديال الوجه النقاء مهم للراجل وحتى المراه وضفاركم الدراري فهمتي ضفارك فيهم كحولي العنايه بحال خدام في الميكانيك تكون عالي دابا الرجال شنو كيوقع لهم كيستهتار كيقول لك هذاك الشيء كاين اللي كيقول لك هذا الشيء غير ديال البنات لا النقاء ماشي ديال البنات النقاء حتى ديال الرجال لقد الرجال ضروري ساو احنا عطيناكم نصائح فابور غاز شوف الراجل كنعجبك ولا لا مش فيها تطا توا حياته اللي ما عجبهاش الراجل ناخذو انا حاجه باش تاخذو زرجين انت توا بركم تكلم في المنجي يا تطا المنجي مانيش عاشقه فيها بزاف ولو كان يطلع الراجل خام المنجي ناخذو اسمع نقول لك حجيله احنا السياقسيه رانا لا ناخذو لا نعطيو البراني مزيتش هذه بالاشياء اللي ما كنحملهاش الدراري في التقاليد كاين هنايا هي قالت انا ما كنتش عارفها صراحه في صفاقس كاين سوق بعيد قبلت حنا انا ما عنديش مشكل مع الامازيغ وكذا باش ما تهجموش عليا في الكومونتيرات تهبطوا سكالما حتى حنايا عندنا هنا حتى حنايا عندنا في شي مناطق في شي عائلات حنا غير عائلات كيقول لك لا ما ياخذش مالكم اصلا تخيل دابا حنا عندنا عائلات هنا في المغرب كيقول لك ياخذ غير ما بيناتهم ما يدخلش واحد من برا مالكم اصاحبي اش هاد العادات والتقاليد ربي وقال لكم وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف ان اكرمكم عند الله اصلا شي وحده في شي مصر الله العظيم
صيفط لها شي وحده في الميساج. لا شوف مسلم مسلمه صافي ماشي سوقك. لا حنايا ما كنسلم وفراي انا ما داخلش الاسلام كيفاش انا مازال خصني ندخل في الاسلام ما داخلش. لا ما تقولش لا حنا كنضحكوا صافي بين قوسين خليها لاخر بين قوسين بين قوسين غير ضحك. شبيها اسمعي حياتي يظهر لي طاطا راهي منرميه بزاف. علاش قلت لها؟ قلت لها ولا ما عجبهاش حياه الراجل ناخذ وانا. عليك كنت تدون عليك في طايمه تشمعك. البحر يبو مفتاح كان سمعت عيات الراح. البحر يبو مفتاح البحر يبو مفتاح باي مش لنا انت تركسي على واش بطل عيب ولا حرام بيشو سيكو سيكو ملي اختينا ياما طرف القلط اللي هزتهم لنا قام كمان ما تعشيش مسكين. هذاك تلقيه قام ماكل ورقه تاع طفل جبل اللي كليها البارح. شكي كيدير كلمه لبيبيشه خليني نجيبها لها امه خايتي والله خايف لا زركولي غاد كايتي يا كايتي كايتي مش قلت مسكر عليه بالشرنيه. الو الو قص خالي يا خالتي خالي 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 واش غبا يا بيبيشه ضربوا على راسه فايض لي مخه مخه اسطره لا محسوبه عنده مخ حتى يفيضه له مخه قص امال اللي ضرب البارح هو راقد وداكوا عليه السراق خرج ليهم ناش واحد بزلاط جابوا سكاتيره كنت ما تخافوش هزوه للسبيطار خيطوا ليه الدمغه واللي مصباح احسن شويه. الله 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 ابي باش اخي كلمه تليفونك لا تليفون ما فيش فلوس وحطناه وخي ما فيش فلوس يا مخيط نمشي نصب فلوس في تليفوني ونجي. البحر يبو مفتاح البحر يبو اخرى بحال ما وقع ولا لا عادي يطلع لها فراس البحر يبو البحر يا خيط واش قلتي تو فيش انا رمغل لا نقول لي خايد حلو ليه راسه وانت تقولي لي فيش واش نداني لي فرم لي اني ربي بقى علينا وعليه الستر هاي تو تتولي بيه امك تعمبو. يا خيط اخي ما زلتي غضبانة من كلمة قالها في ساعة تخش مازال غضبانة المرأة الدراري شمس راه تقدر تجبد لك شي دوسي شي غلط درتيه في 2003 جبدولك وغتجبدولك فاش غتضرب معاه على شي حاجه اخرى سي لافا مدى الحياه لكن فهمتي انا اللي خطاو علينا النساء المكو تحيه للنساء المكو شكرا لكم كطيبوا لنا كتسقوا لنا كتلهاو بينا كتلهاو بينا شكرا لكم بزاف غير هو الله يعطيكم شويه لكم اي شويه العقل واحد المغازا هكا باش شويه ياخذ الامور شويه منطقيه فهموا كنوا منطقيين النساء المكو شكرا لكم وخصوصا تحيه للرجال اللي كيسهلوا في النساء ديالهم تحيه لكم انتم الرجال الاحرار انتم الرجال تحيه لينا حتى حنا وهذوك اللي ما كيتهلاوش في الزوجات ديالهم بغيت نقول لكم عليكم تفوا عليك الكلب فاك يو اللي ما كتهلاش في راجلها تفوا عليك تفوا عليك اللي ما كتشطحش لراجلها تفوا عليك خصك تقول تفوا عليك تفوا عليك خصك تشطحي الدارجين يتحمل مسؤوليته من قالوا يخرج السراق بوزيد الهلالي مش كبار واحد طلع عليه يطلع عليه الخير مش قلت لي في الاسبيطار دمغوا ليه الخيط في راسه لا لا مش مدمغوا ليه الخيط خيطوا ليه الدمغه في راسه في هذاك واش نداني ليه هنا نغني ليه قدك بابورها صالحه يا خيط راه مقرقعوكم راه ما خانوا شيء راه حتى كاساندرا وجي جات هزوه كاساندرا وجي جات هزوهم اي وكلب زينا كلب زينا الله لا 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 ما خلوا شيء اسمع اطفال شباب هاني تروح تو اي اي غير طب الناس غير محط لهم تم يدبش كلمه تمشي لي كتمشي الدائرة دار لهم بحال ما وقع هو راه مسطرهم وصاف الحليب مفتاح نسمع لا 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 تعرف كيفاش تو نروح العشوة حتى تبرد الدنيا اي وثاني عندي قضية تندنيهم واش عندك بالداخل يا خويا اي لا 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 وعدت الطفلة حاجلة قريبة الجماعة الفوق تشوف لها كف وبناوي تجوارين ثاني تحب يقولوا عليها ما عندهاش كلمة نا ياما قالت لي اللي يعطي كلمته يعطي ركبته لا 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 وقيل باش ركبته وقيل رقم سي رقم سي تفضل ها هو هاد البلان هذا ديال تخدم سربايه في القهوه بدا حتى مؤخرا في 2000 فوقاش 2015 سنين التاليه فهمتي بحال هكا في الاول كانوا تعرضوا للتحرش فهمتي حيت صعيبه شويه دابا كيتعرضوا للتحرش دابا شويه
ماشي على حساب البلاصه. دابا حتى الجينيراسيون تبدلت على حساب القهوه وصافي، وعلى حساب القهوه فين غتخدم. فهمتي؟ كانت القهوه الشعبيه ضروري تعرض للتحرير. اه واعي القهوه الشعبيه غادي تخدم فيها بنت بحال دابا تخايل اجيال خدامه فيها بنت. ماشي داك الملاوي لا ناتشي واحد، ماشي هذاك اللي كيكمل فيها الحشيش. اه وهذيك فاش راه كاينه بنت هذيك. شوف البنت كي داير كتكون بنت ولد. انا فاش كنت كنوجد لونطروسي اي خلي اي اللهم بارك اللهم بارك. هذا الفايده كنكلمك فيه عارف واش تقول لي. هذاك هو تحبك اكيد اكيد تحبك نحب عليك ها ولدي. لا قلت لها اخبر منا وجيت مات على اربعه منا. اي اي تحبك وجاي حدك. باهي خالي باهي باهي في الامان في الامان بالسلام. تصاف قواوية وراك المهم يا تاع سكبريس يرحم بيك. سكبريس سكبريس بالله كان جيت انا في بلاصتك يا بابوش ما نعرف شنو اللي يصير فيا. لا محسوب انا عارف انا اللي برجو بالمرمى يموت كان في سال بغلي. لا على فيه خير ربح مش خير هكا 300 مليون تتعدى قدام خشمك وتخلي فيها خير. ولا انا حركت حير في رجاعي الصبح اصلا هكاك اللي قلبي مرورش عليه شوي اصلا قالوا حرام خلاص حرام اصلا. ها تو تو مازال تفرز انت بين الحلال والحرام. اه ما عطاو شي ميساج اسقاص خلاص. ودابا فاش لعبتيها ما كانش حرام. ما كانش حرام عقلتي مشكل ما كان. اه اوكي مازال اليوم المانيا عاوتاني ديما كنخدم الموضوع المانيا. موضوع المانيا ديما كيتجبد في نسيبتي العزيزه ما عرفتش علاش كتجي. قلت لك راه غادي تربح المانيا. واه اليوم ما سربحش. شنو اليوم مع اللعب؟ ما عرفتش. جيب جيب التليفون شوف نور شوف مع اللعبه. اللعب شنو بحال اللعبه عقوب شي ميتين اسرى القمر حرام الدراري قمر راه حرام ما لعبه المهم راه مخطر. انا ما طحت مع سكوتلاند داهي والله ما عقلت انا قلت نشوف شنو غادي ندير. ما كيبغيش يدخل لك حتى داك الشيء خصك تمشي حتى اي سي سي كمل الركان اللي حرم واللي حلل بالله خايف لنهار يطلعوا اللعبه مع الماجر. اه داك الماجر كيلعبوا غاتحسهم دايرين بحال الفايكينغ. ماتش يكون فيه يكون مخطر هذا الماتش. اه غضرب المان. نشوف اخر مره لعبوا ضربها صار ما جربوا تاع ما ربحاتها. شوف واش ربحها 2016 ضرب هذا 2016 ما كلت النعمه مع جمال مسياره غير مسياره جمال مسياره. كنا طلع يقول لك الكسكسي على مشربه من كوره الحاصل وقيل ضربوا على راسه ودمه. يما على وخيتي ركك حدك عليه مني ني يا راحت انت نا غايظتني دجاجتي والبقره كصند ولا حتى الكلب الشرف ينبح يقعد ثلاث ايام باش يرد نفس. وعليا غذوك الحيوانات وما غذكش يا عم العيد. مويلف 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 مويل. هيا طفلة نتك مع السوي اسكتوا حد انتو. هاي واش تنقول لي قول الله خير من قولي. ابا با 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 خالتي وش كاين لاباس؟ كيف واعر ما يزازيري عيد وش معلتا وما خلطوش. انا جميع زيدة نهار مغلل جميع الناس نهار مغلل عجل هي جمعت مش مهنة في زازير كلم جماعة جماعة في الجزائر عاد جاي يا ترى فهمتي حس كل واحد عنده الجماعة ديالو في بلاصة في الخلاق. انتم عم جايين في اثنين مازال باش يلحقوا ولا يبطار. لا 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 ما تخافيش عندك بيهم تلقيهم تشدوا شوي في الديوان. ديوانا هلا واش من بالك الدنيا مسيبة حتى ولاد بسم الله عندهم الديوان والحرس. ولاد بسم الله ولاد بسم الله هسس هس هام جو هام جو هام جو أو ما جو. إي بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 أمورك في البريمة يا حليم. إي ساعدك واقف يا حليمة خيرك هادف يا حليم. يا جمعة وخيتي باش تشوف لها على الراجل ولا تغني لها جملة وحدة. الرويجل الرويجل عانو قابل كاين في يده حاجه تقولي سطور
لا لا مش وسطو تلقيه زازار لا لا مش وسطو لا 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 وقيل طبيب خلاص خالتي راك تزوج بيه باش يتزوج بيه ولا لا لا الزواز هاي لا 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 الزواز ميجود والعقد معقود والوجه مسعود كنيتي ما دريت شني يا هو يا اخر ليعتني ما كبر ليعتي هم عندك زوز رجال لا لا مش مزوز ثلاثة خلاص يهوشي وحيد ناوي على الخير هاي واحد طويل واحد مربوع قد والاخر قصير قصير هو الاخر هاي ها وقيله واحد منهم تكلم زعما مونجي مونجي هاي كل لاخر كل قساوة يجي وشوف شكون الو سالو شكون بو علام هذا واحد منهم قصير من اللحمة مات ما بعد من اللحمة مات شوف مشوار من جي اه مين يا مشوار فين فين اسمع فين شوف ما ريت قديش مزيانين اليوم جبت مش جد صاحبي صغيرات ورانا الثانية تعرف من جي هذوما جو من الخير شي عجب اش ما نقول لك يا فيموني نبعدي كان باش تفرس ساكت مرحبا ما كانش اخر زعما نقول لك واش المنجي تصحت فيه ما سبكن انت كسبت حنان كاين دي منجي تصحت فيه انت نرفزني تعرف فين زيو زيو وراح بقول لك زعما غادي ديسيبسيوني منك برشا هنا اجمل قط في العالم عنده 60 ولد فهمتي والد شي 77 ولد في الحوض الحوض كامل ولد عادي الامام ديال الحوض اه شوف اخا السيد خليه شوف خلينا اسال القط ما خليتيهش صافي اولينا اولا ناس صافي مالك الناس الدراري واش القطط كاملين هكا كنسولهم زعما ما عنديش تجربه في القطط بس راك غاهب من 15 عام ديال التجربه القط انا تفكر قط اللي مات دير موسيقى حازيه انا ولا بغيت نسلك وانا نحكي معاك الحيوانات نتاعي بكل رومانسيه وانت تشوف فيهم مش يوم لغيه هذا كلام هذا توا هذا يفهم هاكم ما يتكلوش رومانسي ولا كيفاش طيب تنام كواتر باغي ياكلهم هو راه بناني ولا كيكرهو وعليكم السلام ورحمه الله كي جاوب الفور مرحبا بك اصاحبي حاجه زوين حاسك بحاجه عندنا الرينب عندنا لاصوفر عندنا البابا غيويت بارك الله فيك زيد الحيوانات اللي عندي في الدار استكسر لا حيوانات المجراب توم زمرافك واسم منجي فما سميت بالاسم سميت اسمع حالة زون نام راك في زمانة طويل احنا تشوف والله والله كل ما جيتش محصول بالخدمة لاني خليتها لكوسة عريضة المكاس ما هو ذا كان نام رابو السعيد تجوه دو يا الوليد يا اخي بيش تتعاركو راكم اكيكا تمشوني الجماعة راو اسمعني المنزل يحرم علي الحنط نتاعك كان نهار ندخلها متى ما يجوه لعدة لعدة لا يا خي صحيح تشوف فيها بدامك هو اللي اختار هو اللي اختار يعني مصعب عقبالي وقاعد غاعد في الماء والملح ولحقني البارح شديتك انت والبيه متاعك صبيت عليك بيت ركاز وشعلت فيك محفوقين اه من شعله ولا التونسين شعلت شلغم شلغم هاي الطايفة هاي الطاقية واش تنجبت يا فرطاس يا فرطاس في دبوزه في صحن في 10000 تركي ماشي في 300 مليون 300 مليون واش الدراري داخل اخي كان باش تعلي الدار انا بصح اسمعني سي الحلزون اليوم يرجع السيكو سيكو البلاستيك في المقازه وكلب جي في الراس من الجوج ريحه مقاس الموت حتى انتم هشتوا عليها تهاجر الحيوان الحيوان الحيوانات هاد عاد ما تغيبش بربي تجمعك بخير ولا هنا خاطي جمعة تمشيش تمشي للبلاد وعم العيد يشدك غاديكا ويقول لك ما عادش تمشي بحذيهم في تونس يشد واش تيشد معزنات يربطني جا
تجي مع طاغي على العيد. النساء اللي باغي تكونوا انديبندنس ها سميتو فيمينيس. لا ماشي فيمينيس، ها الشونتي، هذا هو الشونتي اللي تاخذوه عبره، فهمتي؟ صابره مع راجلها ولكن في نفس الوقت اندبندنت وومن، فهمتي؟ سترونغ اندبندنت وومن، هكا كونوا ماشي سترونغ اندبندنت الاخرى. راكم فاهمين شنو كنقصد؟ اصلا مشني شاهي يروح لي ومشني حاسبات ويتكاستم ولا يقعد، هانا كوستيم يطيب ليه الماكله والتي. خالتي يعيشك هذا مع المونجي هذا ولا ما صار واش هذا طفل؟ عليه خالتي جمعه خذ عليها. ليعطيني مكبر ليتي لان نقرب الفلوس راي هوايه وبره. شد يا طفل تلقى في دار بايها لك تبت لي. لا راني جيت نوسع في بالي حذاكم هي وقلت نفرح قليب هالطفل هذاك هو. الحمد لله نشم كفوفي نشبع. هاي في لمين قناع يا كلش شدري هذا الشيء اللي ما بقاش دابا فهمتي؟ قناع قلت لك غنشم كفوفي نشبع بحكم ان هذا الشيء هذا راه كيدخل في فهمتي شويه فيه الشرك وكذا حيت لا يعلم الغيب الا الله. لا راه الشرك 100% ولكن حنا كنشوفوا دابا الكوطي ديال القناعه فهمت؟ القناعه اللي كاينه عند الناس ديال الباديه انا ما كانتش نكون عربي كما كيقولوا العربي عرب فهمتي؟ العربيه راه ماشي كنعنيو بها العروبه فهمتي؟ كنعنيو بها حنايا الناس الباديه. الناس الباديه انت كنقولوا عربي جاي من العربي العروبي احسن الناس احسن بلاصه واحسن الناس ومازال فيهم دابا ما بقاتش فيهم النيه ما بقاتش فيهم النيه حتى هما دخلتهم التحرميه كلشي دخلتهم التحرميه العالم قهوه نشوفوا شي سحق هذاك السي بوعلام ونرجع حاجلة فري شي 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 اسمع رد بالك سيس الراجل يطلع شي هو مكتوبك كما قالت لك خمسين جمعة بعد الشرحيات على راسك ان شاء الله ها انتوما كتقولوا دابا انتوما الرجال غدارين ها هي دابا ياك عندها المونجي وهي هابطه تلاقى بهاد تلاقى بوعلام ما شوفو بقات بوعلام شنو بغا ما خصهاش تشوفو شنو بغا ياك خصو يطلع يشوف شنو بغا لا عندك المونجي اه متوازل ارواح يبقى عصبها شنو كيدير شحال شحال ساعه لحداش ودراش ناسي اما 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 ما كرهوك سهل صامت هاسي بوعلم هاني جيت تفضل واش عندك تقول لي راج موت جيتي ولا عارف حبيت نخوفك بزاف حوايج ما تنتبهش احد جيت انا بحر متلاطم من المشاعر في يضا انا محيط هاطر صافي دير نهضر شوف هاد المره راني جيت وسمعت لك لا بروشين فوا ما نجيكش ونقول طونطو عيا شاك تقلق فيا فهمت واش درت لك قلقتك انايا لا ما قلقتنيش بصح طلعت لي القز للراس فاسي التليفون تاعي دوك من البورتابل تاعك فهمت فاسي اي ظلمتيها ظلمتيها غير لقات هذا شو كي داير لا ضحيت خدام شو لقاتو كي داير خدام مع سميتو لك كان شي واحد لابوغوس وكيهضر مزيان وكذا والله حتى تنزل المونجي كما درت انت هذاك داك ايه واش تنقول لك انا حيت عندنا عليها واحد الدليل عليها دليل عليها علامه استفهام يا انت يا بوسيبل لاشيك نحلم بيك في النهار في الليل في الظهر في المغرب فكرني في واحد الاخر واحد البيت شعري قال لك سألتني كم مرة تفكر فيه في اليوم فأجبتها مرتين مرة من الصباح لليل ومرة من الليل للصباح ولا 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 لا يوصلنا لهذا الشيء ولا 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 طلق 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 صافي سيبا نجي نخطبك نجي بابا ويما جيب انا نكبر معاك خلقني رب العالمين هذه شي اغنيه ضرا اكبر وحدك يا خويا تحبك الحبوبه اقعد دم وي كي دارت له قمعات شي دابا في هذا الكوطي نهضروا عاوتاني على مجال اخر دابا لو كان الراجل اللي زوين على البنت ما غاديش يقمعها بهذه الطريقه فهمتي ياك كيفاش ما فهمتش مثلا لو كان الراجل هو اللي واعر وكذا وكاريزما فلوس ما يقمعهاش بهذه الطريقه ما يقمعش البنت بهذه الطريقه الا كانت باغيه يقدر يقمعها بشي طريقه فهمتي دايزه اما البنت فاش كتلقى شي واحد مثلا بحال هكا تخلوه تقمعو احسن قمعه في العالم
راه براسك الكزدغلي شنو غادي يقول الكزدغلي كيشوف كيشوف التهضره كلاش ايه سي من الكتريسيتي 380 فولت من الكتريسيتي داعي للركوب برداعي اخي المنظر شكون اللي اقحوانه اللي خرجت اقحوانه اختارني صاحبي اختارني اخويا رحم والديك راك في قصك المراره شبيه كايبة اقحوانة لحلة مشكور بحالكم لعينكم عبركم جميع الاسامي بنتي جميع الالقاب بسم الله على مرارتك الرجال ما عندناش الالقاب هادو كاملين كثافة جمالية عالية في المتر المربع الواحد يكونوا غالية كثافة جمالية لا 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 تهني بقدرة الله ناجحة شكون هذا؟ هاني شوفي خط الزهر معدول ما فيش ولا ثاني لا حصحاصه لا مقفو مقفو نهار مخيلي الوقيلة جعت هيا بري ما علينيش تعرف تاتا والله خايفة برشا وين نجي نعدي اكزام ما يشدني التراك اللي يعطيني مكبر ليتي حاكم هي بنيتي ليه مش حاكم تراك معناها نخاف ونولي نرعش ما نجمش نجاوب بالصحيح ليلة ليلة حد شي الخاطرة شي يخش عينيك مغمضة وكي تطلعي صباح من الكار لا لا مش من الكار من الدار وقبل ما تركبي في الكار واشربي كار حليب حط فيه كترتين خل بقدرة ربي يتحل نعم شنو اللي يتحل تتا مخك زحمة العيد تخد يعطيه كي حتى في الكاستيم شبيب تتا كتف كف العيد طحلة في باله يعطيه أكبر كي حتى في الكاستيم شباب شي حنا النساء تنسوا ما كتهلاو فينا شكرا لك مبريين فيه يعطيه كي حتى في الكاستيم شبيب تتا ويش كهو كملت هي هذاك هو عادش مازال مازال ذو حاسة حبتي تحب تشوف على نيس تشوف باش تاخذ ولا لي وشوف لها عندوش حاجة هكا ولا هكا ومين هو نيس هذا ثين واحد نعرفه تتا هي تتراجي كفك عقلك ضايع لا هو شاري لا هو بايع فيه بقايا ندبر عليك بنتي لا كف لا بوني تولي بقرايتك واختك مدقوبية ما زلتي صغيرة وكانك عراج لانيس ولا بونيس ما عنده وين ماشي تو يجي صافي عطاتك الخلاصات خلاصات الكلام السلام عليكم اش يا بنوت قريت يا بنوت قريت ميرسي الفهم هيا عايشك تتا وربي يفضلك الفهم عايش بنتي كنضرب السلام عليكم سلام اش يا خالتي لادا صحفية هنا ليه ممكن انا اقرب الكف عن تتا وكف هاي سليمة سليم ندوه صحفية سليمة سلم مرحبا بكم في كل وقت واش يا سفير مول الدار واش يا خي الفرم انت الحالة ليا في الدار انا اللي جبت انت اللي جبتها مش عربي خي ابروك السنة جديدة تصمصر بيماك لا خي نحن ما نصمصروش بنيات مسكنات حب يشوفوا مكتوب ومجبتوا مليامة وانت شيمك شحرق شعيرك في طاجينك تجاوب على راسك حرق شعيرك في طاجيننا والله علاش شنو كنقولوا دخل شطايطك حنا كنقولوا عاوتاني بزاف شنو دخل حمارك الاسبوع الفارس تاع هذه الدراري زوينه هذه فهمتي هذه غريبه هذه دير كرك دير مكرك هذه هذه فهمتي تاع هذه الاخر هذه المستوى المسلك انا هذه افكارك صح مسلك انا في جميع الاحوال دخل في السوق سوق جواك ديال سوق جواك الاس ديالك مرفق مرفق ايه يا طفل جمال تو مش تاي ديك راه قلتها باللهجه حدا يا بوش مرفق مرفق قشيرك في الطاجين نظف ايه يا طفل جمال تو مش تاي ديك ربي اتمد ليا كفك نشوف ليك واش تجيب خميس ولي 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 ان شاء الله تجيب حتى فار اخوت كايتي واش فيه مشاكل تشطاط طاح عليها سم كايتي يا كايتي كايتي هذوك الجميع عكلوك ويمكن ياسر شلحتوك هيه لاباس يا ام خيتي اش عندك فيه؟ يا جاب ربي مروح اليوم يا هاي صاحبي هما 150 غرام وخمسة ما يكلمينا تفضل سيدي يعطيك الخير نجيو 4600 شو الرجال ما كيتفكش معاه الدينار واحد ما كيفاش فهمتي الراجل جاي يشري هاد الموجي حط الدرهم 4600 وهذه 400 الدخل نتاعك هاي ربعين يعيشك يا صاحبي باي باي طلعت ان شاء الله الله خير
الو اهلا يا فاطمه صافا لا لا انا امور مليك الحمد لله يا ربي جيب الفلوس وين ايوا صار مشي الغدي باهي 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 شو الفلوس صورت يا اخي تسولو غير تحتش بعد شويه حلو شويه قهويه كاو بي يو يمي مليش الموجي ما خدام يمي مني قد البيت تدي في الروح دور تحاسبو بي باي 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 تحاسبنا يا حبيبي يا شنو انا الجزورة اللي نصورها من مدهم لها يا اخي بونك يا بيش تولي حرفش كيفيش دير البانكا يا بيش تهوني انا في المانكا شا ارتحنا يا اخويا وكيت شاربولي ما شنو غير هما نخليهم هون هادو رحمة قول الزبالك تجيب الفتيشة اللي تلقاهم اسمع نخليك انت يا زوجي كيف الملا يا حبيبي تصور جاي والعصابر كلها صبيبة ولا تخلي الوين جواب الصبيبة أكبر من العصابر هما فاهمين حياة المهم صبابة في العصافر كيدر على الصبابة أهلا بحجين أهلا بالفهد البوغوس وش رايك؟ صباح فاهم البوغوس لا سنة فاهم عايش خويا احنا مزروبين والمرأة تستنى فينا في راس النهش في الكهرباء ومنجي نسين فاتح وفي الدهر احتي هم لو عايش الله مبارك مدام حياة وعينك على وخيك يا فاهم اطلع وانسوا لي ننجي وراه نصفي تسوحده هل الحاج جم انسكا كل مكاني خلطي فات المنجي ذاك راب حلوين حلوين حلو وديك المنجي ذاك بحال ولدي شو خدر شو المنجي قده راب حال ولدي المنجم كاب على 44 وخيف يقعد واحد كاب على 44 زي ما طلع 44 ويا ما تصي عليه وموت الصالة ياك ما غاي اش غاي يدير شنو غاي يدير هاد الكارثة ها ترى الفاهم نزل سليماك اي وانت نوصل للمطار سي الفاهم ماشي لباريس هي هادي يوصل محط الكرام هي ماي مروحه هذاك هو ياما ما استنى تشوفك نا نهار مخلى الاطفال وليش ما عادش تشوفني ماشي لاقيس بشارل الزلاز ني ماني مروحه نطل ثلاث اربع ايام والاخرين ونصب الزيت هاي يا فهمي هاي هز هاي ما عادش مسقط كان ولا تعرف كيفاش هالطفل جبل وليش ما توصل ليش انت هاك ما عندك ما تعمل الفهم مشو ليه جا ربي واش يدني هنا فصل في جبه لا لا يخدم عروح انت اش كدير ولا نوازي في الوز اللهم بلحق يا امي وصلك هو خير عالجالنا مش طولة بسيكو سيكو متيازم هل هذاك هو مدامه متحزم ما يقدش يوصلني وثاني بالثاني ما هو لازم تقضي لي قضير هلا تروح بداية فراغ نمشي من تونس من غير حتى مارة وين ناس علي لب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 
راسي، انا راه ما عايشه ما هو راسي، عصبني انا تعصبت في هذه السيزون هذه، خصني تجي السيزون اللي موراها باش نعيش هي انا بزاف اصاحبي اكشن هاي تخليفت على ربي هاي ازيك يا ما شو كي داير يا ما سلام ها وليدي رد بك على روحك ثلاث ايام وراجع ولا انت تخلي بلاصتك يا ما اخي هاي ما عادش وقت على الكار وراك اطفال واش واش بك مزروب تهدر علينا المغرب ما نبوسش الفهم تاعنا الفهم الفهم وليد عمتك وليدي استحملوا معنا ما نعملوا له استحملوا اسمع هو اللي غيستحملوا هذاك هو حكايتي واش بيني ماشي وحدي ني ايه يا طفل لبابوش ما عادش وقته وتفوتنا الكار بان خدي ليك يا حبيبي اي عدبوها ثلاث ايام شنو غايد شنو هاد يا ما شنو غايدير المونج عطيه الزوال غايهبل المونج فهم اسطوره ساوت الله
اش هاد الهدوء؟ راحهم للرياض كيدي كيدي. ايوا هاد الراحه هي اللي كنتي ساكن فيها قبل ما تزوج. الهدوء كيدي كيدي. الدار كانت تقول راسي شنو هي 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 هي. وكنت تو ذاك هو خيلتي راه واحد سيكر سيكر تحلى منه. مازال كانك المصيبه اللي معدي عليه الرقط لازم نلقى ليه سنين فاهم. تفضل. هالو خميس. خميس باش حالك خويتي لاباس؟ خويتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيضرب شي بيرميدات. بيرميد اش عندي داني يا بنت؟ بيرميد يعم بها عمك في البحر. قالك لي شي بحال هكا يعم فيها في البحر تسمى غادي البحر يدخل غير للبحر ما كيدخل معاك يغطس معاك يغطس كيطلع بلا بلا بيرميد كيطلع بالمنقار كيدير فين هو البيرميد كيطلع غير في العصر كيطلع عنده الزغب الشعر الشعر تحس ظهره شوي فهمتي كيطلع غير بالعصية كيطلع غير بالمدري شنو هاد العصر جرني غراقيس يماك شنو جرم العسل ديالك ليش مروحه جرب جرني غراقيس مع دير هذا قرص اسمعك اسمع الفهم بيرميد هادي هي البيرميد الدراري ضرب لك ياهم بها بيرموند وبيرموند هادي فاش كتضرب بها هما في البحر مع الموجه الاولى كتطلع كيما خلق ربنا خلقته كتطلع غير العطسيه ليه خيتي تحبيها تقور نحضيها هنا لا لا حتى هو مش هنا المانجو يا حبيبي فاش كيشدنا هذا سميتو ديال فوغيغ 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 هذا فوري هذا غير الفو يا اخي مش قلت لي انجمو للدور ميتا اي مات ما كنت مشو لوبيفا نتاع لوبيفا عزيز لانسان كي قتلوه تطلع لوبيفا نتاع عفينا شكون كان احمد الحين بيه يجي يجينا من حكيته فهم يا فين يجي فين بركة هذا مزيك لحناه زيت على لك يا شوي هو كان يعيش وحده قبل ما يموت في الدار القديمة كي من هاللي بالضبط فلان قسمه كيما يبقى بالضبط اسمع يا فين مو عليش يعيش وحده يا اخي ما انتوش مرة صغيرة يا صاحبي اش بيك نصير ما قلتلكش مرته صغيرة تذبحوه جاهم زوز لابسين هكا بالاسود في ديهم وشدوا كسرهم راسهم وحط الزسة واحدة الراس واحدة ونحوا لهم العينين وقعدوا يلعبوا بهم الدم هكا هكا الدم ايه ما عندك اي حكاية ابوهم اللي فيهم الدموم او العبيبة هادي لا خرافة قلتلك خرافة اما ذكرتني بها الدار كمان هكا بالضبط بني قديم الله زودة بني قديمة هو يعطيه سكين شنو راه كان نحطو توا نضحك هكا سمباتيك نتاع عادل امام ولا احمد الرومي عاود عاود اش قلت؟ قلت لك احمد الرومي احمد مولا الدار زاد تلقى اسمه احمد احمد مالا صدفة مالا صدفة حرام يا فاهم يا فاهم فاهم يا صاحبي انا ما عادش نجم تو باش نمشي ندخل التواليت وبعد ايش دوني بي اكدي زوني ما تروحش انا عندي روح ودي نستنى فيك برا روح يا صاحبي يخليه يخليه بوحده ايش كنت احمد احمد ايش كنت احمد ايش كنت احمد ايش كنت احمد لا لا يا صاحبي هيك تلقاو كولوندير لا لا ما تخافش يا صاحبي كولوندير انا مزخي انا واك شوف ايش بيك الكل مسكر وقيل داركم مسكون سمعني سلوانا وين تروح؟ ماني قايل جيتك شوية عاد يجيو الجماعة وماني صاحبي شو سوي يا لا لا ماشي خير لا لا نخاف برشا يا سعيد يا سعيد شكون هكاك كيما هكاك وما تجيبش يغليني وحدي يا سعيد سكي
لا لا يصبحك حرام يا الفاعل عليه فراس يا صاحبي تسيرك ما حملتوش السيزون هذا وتو مش انت الفيلم الحقيقي بدك الفيلم المنجي شل الخيط ما تقطعش بك غير مازال غيدير له شي لعيب اخسي يبل هو اللي ما تجي جميلة يا ربي بسم الله اوكي كيما شي عطاو الكوميديا لما دارش هادشي الفيلم لا بصح انا اي فهمتي كندخل معاهم لداخل فهمتي انا كندخل معاهم كنعيش معاهم الاجواء شخصنا مع الممثل ماشي شخصنتها دابا انا ماشي شخصنتها ماشي شخصنتها راه غير عش معاهم فاش كتعيش معاهم لا تعمل ولا جاني طغى في السيزون واه هو اللي اصلا السيزون راه طالعه عليه تقريبا يا حبيبي يا ربي يا سيدي معك الليل احفرني يا حبيبي يا حبيبي اللي طلعت الدور بسكونة بالحق هاي تفيلوا الضوء يا تحرمي يا سيدي يا حبيبي يا ربي يا ربي يا ربي هذا غير نص عقل باغي يزيد يفرد فاهم شنو دار له مسكين هذا المونج باغي يطلع عليه وصافي مع الدار كبيره ولا وطلع حرام دار داك الشيء كله دار له الادوات ديالو دار له السبيب الطيمة يا مسكين يا ربي يا ربي يا حمقى ويدي له اوه يسد عليه الباب يخليه ثم يصدق الجنون بصح كاينين يا وجه لنقر ويلف برزوق بحكم اللرن من ولدهم هل الباب سي الحلزون اي خليه ثم يوقع داك الشيء بصح من اللي دق الفيلم مش كنت هو الفيلم ولا البهيم اللي كلا علي هنا الورقة و 300 مليون وانا وضح لي وانت هو اللي حكيت لي الهندي في دمشاتي ايه مزرع عقل وانت هو اللي قاسيت لي سروالي ايه مش نا ياما ياما وانت خيش تحبته خيح الغنر قدراني التعب يرحم والديك تعب تعب المنجي هم يرقدوا سيب بيش يرحم والديك ان شاء الله ربي نبت لك الشعر في راسه تعرف كيفاش يا سفاهم واش اللي رايك اخي كذب شتبه تحت سيكو سيكو هار من هنا وناس ومن هنا تعس عليه اي تسمى الاخير سيب بيش حل راني خوك في الغربة ما تخلينيش نبات وحدي الغربة سيب بيش الله غيطلع عند المنجي مخلوع يا سي زبالة هو يمشي هذا كريقة لمو البولة البولة سد عام أشدة تمتا تبنوا مالي حلقة اسطورية الحلقة دابا وصلنا لفند الحلقة تهلاونا فراسكو تهلاو